بجد ترحيب بحضراتكم. معايا في الاستوديو واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد من اللعيبه المميزه في وسط الملعب، كنت بستمتع جدا بيهم في ادائهم. جيل كان كبير وجيل عظيم في التوقيت اللي لعب فيه، ابو تريكه، بركات، المعوض، يعني مش عايز انسى اسامي، لكن مجموعه مميزه جدا. عرف يستغل فرصه ان هو متواجد في النادي الاهلي وقدر يتماسك في وسط الملعب، بالرغم ان كان فيه لعيبه مميزه في وسط الملعب، حسام عاشور بقى، حسام غالي، لعيبه كتير جدا يعني كان متواجدين، لكن مسك في الفرصه وبقى متواجد. كان معايا في الاستوديو كابتن معتز عيون، واحد برضه يعني والد يعني باباك الكابتن معتز طبعا، مين واحد من الله يرحمه طبعا، واحد من اللاعبين المميزين. معتز برحب بيك، واكيد واحنا بتكلم معاك وبرحب بيك اقول لك كل سنه طيب، رمضان كريم. النادي الاهلي دايما يعني سباق في كل شيء، بنتكلم على وضع في النادي الاهلي في التوقيت الحالي. عايز اعرف برضو متابعتك للمباراه امس كانت عامله ازاي، عشان المباراه دي هتفتح لنا حاجات كتير من خلال الكلام عليها. طبعا في البدايه انا سعيد جدا يا كابتن ان انا كنت موجود معاك النهارده كابتن فاروق، وده مكاني وقناه النادي الاهلي ده بيتي وشرف ليا ان انا دايما بكون موجود، فلما بيطلب مني لما اكون ما اقدرش اعتذر. ربنا يخليك. وطبعا بالنسبه للمباراه يعني طبعا كلنا حزنانين كاهلاويه على الموقف عامه، مش عايز اتكلم على المباراه دي بس، يمكن احنا كنا بنتكلم على الهواء عامه في الفتره الاخيره من مباراه الزمالك، وكل الناس عارفه والجمهور وكل الدنيا عارفه ان الاهلي الفتره دي يعني في انخفاض شويه في المستوى وفي النتائج. بس زي ما احنا قلنا اللي وارد واكبر فرق العالم كلها بيجي هي لازم يحصل لها زي دروب كده على البطل او على الفريق الكبير اللي هو يفوق بسرعه. صحيح. بمعنى اللي انا ما افضلش يعني في, 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 في تنازل، وكلنا مرينا بالمواقف دي وحضرتك برضو مريت بيها كتير، وخصوصا في النادي الاهلي اللي النادي الكبير دايما بيعرف يفوق بسرعه. حصل في الجيل بتاعكم الجزئيه دي، يعني بالرغم من الاسامي اللي احنا متواجده في نفس الوقت اللي انت بتلعب فيه، حصل حته الهبوط في المستوى ده كتير؟ اتذكر كتير. بس طبعا يعني مع احترامي للجيل الموجود دلوقتي، لكن احنا يعني كان قليل، لكن دلوقتي ممكن مثلا تتغلب مره واثنين وثلاثه. كان الاول لما بتتغلب مره بتحس ان الدنيا بتقوم. يعني ما تذكرش الجيل بتاعكم بركات يعني احنا يعني وابو تريكه ووائل جمعه، مره مثلا تخسر كده تحس ان انت يعني الدنيا قامت، يبقى في انتقام للفريق اللي بعده. مع ان كلنا عارفين ان الكوره مكسب وخساره، ريال مدريد برشلونه العالم بتخسر، لكن اللي مزعل الناس دلوقتي وانا في الشارع وبقابل ناس كثيره وبتتكلم معايا ان اربع مباريات خمس مباريات، يعني بدايه من الزمالك وبعدين بتطلع من كاس مصر، مباراه الاسيوطي مع احترامنا الكبير للفريق الاسيوطي، لكن مباراه مش بثلاث نقط بس، اللي مزعل الناس اللي هي مباراه بخروج من بطوله، فهو ده اللي مخلي الناس زعلانه جامد. وبعدين بترجع ماتش الترجي ما بتكسبش، بدايه بطوله افريقيا، فانت المفروض كبدايه بتبتدي كويس عشان ايه تفرق معاك على مدار البطوله. مهمه جدا طبعا. طبعا البدايات هي اللي بتديك الدافع. فانت لما تتعادل في وسط جمهورك وفي ملعبك وحاجه كمان الجمهور مش يعني مش متعود عليها، اللي انت مثلا بتخسر على طول او بتتعدى انت بتكسب على طول، فكون اللي انت تبتدي البدايه دي فدي برضو عند الناس مش حاجه كويسه. تطلع المباراه اللي بعدها مباراه كامبالا بتخسر هناك، فانت دلوقتي اخر المجموعه في الترتيب، انا قدامي الترتيب انت عندك نقطه واحده، عندك نقطه واحده. بس اللي احنا عايزين نقوله اللي دايما جمهور النادي الاهلي بيقف مع مع مع, مع يعني مع الفرقه في المواقف الصعبه، وزي ما حضرتك بتقول انا يمكن اتعرضت لمواقف زي دي كتيره، وكنا ماشيين مثلا وحش بتلاقي مثلا مجلس الاداره بيقف معاك في الوقت الحاسم، بيجي يجتمع باللعيبه، اللعيبه الكبيره ليها دور مع اللعيبه الصغيره، في لعيبه برده بتبقى جايه مثلا من بعض الانديه لسه ما عندهاش برده يعني الخبره الكافيه بالنادي الاهلي، زي ما بيقولوا بيبقى التيشيرت تقيل شويه عليها، فكون لما هو بيقعد بيتقل في المستوى وبيتقل، بيعرف بقى اللي انت محطوط دايما تحت ضغط، مطالب دايما ان انت تكسب. النادي الاهلي والانديه الكبيره ما بتعرفش ان انت تخسر. صحيح. انت مطالب دايما محطوط تحت ضغط، اللي انت عندك جمهور اكبر جمهور في افريقيا، فانت مطالب دايما ان انت تخسر اللي انت تكسب. فمعنى ذلك في دور كبير جدا على اللعيبه الكبيره. الكابتن حسام طبعا يعني هتطرق للموضوع شويه، انا هتطرق. خليني اقول لك يعني قبل ما نروح لكابتن حسام، وممكن يعني توجيه الشكر لو انت حابب توجه الشكر لكابتن حسام، ووجهه نظرك في يعني الاعتذار كابتن حسام وشايفها ازاي عن استكمال مشوار. الاسباب يعني انت بتتكلم في اربع مباريات، الناس بتقول لك المدير الفني السبب، اللاعبين السبب، في بعض يعني الكلام، المدير الفني السبب،
اللاعبين نفسهم تعبانين، يعني مدير، يعني في بعض الامور ممكن تبقى موجوده زي اصابات، حاجات كتير جدا ممكن تكون هي السبب في الشكل الحالي بالنسبه للفريق النادي الاهلي. من وجهه نظرك انه هل في ممكن حاجه تكون اكتر من كده؟ بص يا كابتن، يمكن هقول لحضرتك على حاجه، لو مسكنا حاجه حاجه بالنسبه للكابتن حسام في الاول، اصل بعض الاقاويل هتكتر، الناس كلها لما تتكلم في اي موضوع هو مدير الفريق وهو المسؤول وبيتحمل المسؤوليه، عشان كده عمليه الاعتذار جت من كابتن حسام. هو يعني عايز اقول للكابتن حسام، جه وقت عليه اللي هو يعني هو حاطط في دماغه اللي هو عايز يهدى شويه، يعني عايز يبعد شويه، محطوط تحت ضغط على طول. المدير الفني دايما في اي حته هو اللي بيبقى شايل المسؤوليه كامله، من تشكيل، من تدريب، من اصابات، اي حاجه المدير الفني هو اللي دايما محطوط في وش المدفع. صحيح. فالكابتن حسام ماسك احسن نادي في افريقيا، فكابتن حسام عنده من الخبرات، هو مش اول مره يمسك مدير فني، بقى له كتير جدا متربي في النادي الاهلي. كابتن حسام مشكور الفتره اللي فاتت دي كلها، حقق انجازات كبيره جدا. فجه الوقت اللي هو خلاص، يعني هو حس بينه وبين نفسه لما اعتذر، اكيد انا عشرته 5 سنين وعارفه من الشخصيات المحترمه جدا، وشرف ليا ان انا اتعاملت معاه طبعا، بس هو اكيد حس من وجهه نظره اللي انا خلاص جه الوقت اللي انا لازم اريح، وده مش عيب. ده بالعكس، ده الفكر، الفكر الكبير من نجم كبير زي كده. هو كلمه ان انا اريح مش بمعنى ان انا اريح، هي معنى ان انا خلاص عارف اللي هو بيبقى فيه وقت معين كده معتز، ان الهارموني ما بين المدرب واللاعبين والنتائج اللي ممكن تسيئها بتخلي ان ايه حته، لا خلاص الامور لازم تتوقف عند الحته دي، وبدا يعني حته اللي انا التاريخ اللي انا عملته او الوقت اللي انا عملته اللي انت بتتكلم عليه بشكل مميز، خلاص ما ينفعش ان انا يحصل عمليه انهيار اكتر من كده، والاداره ليها حق اكيد قبول او الرفض يعني. اكيد، بس كون اللي هي الاداره برئاسه الكابتن محمود طبعا وكل اعضاء مجلس الاداره المحترمين، الكون اللي هم يوافقوا، اعتقد ان ده قرار صائب منهم، يعني قرار في منتهى الاهميه، وهم على يقين يعني كبير جدا، وعارفين قيمه الكابتن حسام اللي هو خلاص كده قدر يعني وصل لاخر مرحله، فالناس شكروه بمنتهى الادب، وده اللي احنا متعودينه من النادي الاهلي بكل ذوق وكل احترام. وكابتن حسام هيفضل وسيظل نجم كبير وابن من ابناء النادي الاهلي. صحيح. فاعتقد اللي هم بيدرسوا دلوقتي او على طول في اجتماعات، واكيد يمكن انا كنت بتفرج على حضرتك قبل ما اخش على الهواء بتقول لكابتن الخطيب، وده كلام طبيعي، احسن من انجبت كره القدم في مصر. فاكيد الكابتن الخطيب انا واثق اللي هو مش هيجيب اي حد، عشان ده النادي الاهلي. فالكابتن الخطيب كون اللي هو هيجيب مدير فني، اكيد هيكون مدير فني انا واثق على اعلى مستوى.